أكبر تظاهرات في تاريخ مصر وربما العالم، سجلتها الجماهير المتدافعة التي تدفقت من كل حدب وصوب سيراً على الأقدام، ووصلت إلى الميادين مطالبة بتنحي الرئيس المصري محمد مرسي. الثورة بتاعت 25 يناير احنا هنكملها لغاية ما الدكتور مرسي يمشي. مسلم مسيحي شعب اسكندرية كله بيقول الدكتور مرسي امشي. الإسكندرية والإسماعيلية وبورسعيد والقاهرة والمدن المصرية كافة شهدت ولا تزال حشودا تستكمل ثورتها كما تقول. الجيش المصري الذي يراقب الأمور من كثب هو الصامت الأكبر في البلاد، فيما تكررت المطالبات من قيادات المعارضة بتدخله لاستلام السلطة ونزع فتيل الفتنة، وفيما دعت المعارضة الشعب المصري إلى البقاء في الميادين حتى رحيل الرئيس، فإن محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير باتا مجدداً يشكلان المفاتيح للحسم السياسي، ما لم تبادر الرئاسة المصرية إلى الإعلان عن انتخابات رئاسية مبكرة كحد أدنى يمكن أن يهدئ خواطر الملايين حسب المراقبين. في المقابل فإن أنصار الإخوان المسلمين قرروا بدورهم الدفاع عن الشرعية وعن الرئيس المنتخب. إحنا ما بنقناش المظاهرات، لكن لما يجي حد يقول لي أسقط الرئيس بتاعك، أسقط البلد بتاعك، أسقط الدستور بتاعك، أسقط الاستقرار بتاعك، يبقى لازم يكون لي رد فعل، مش هسيب بلدي تضيع. ولجأ المعتصمون هنا إلى إقامة الصلوات الجماعية وإطلاق الهتافات الداعمة لحزبهم الحرية والعدالة. ميدانياً فإن عدداً من القتلى والجرحى سقطوا في يوم الغضب المصري في محافظات عدة، وقام متظاهرون بإحراق عدد من مراكز جماعة الإخوان المسلمين، وقد تعرض المقر الرئيسي في المقطم بالقاهرة لإلقاء زجاجات المولوتوف. ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين قد فشلت في إقناع الشارع المصري على مدى عام من استلام زمام السلطة في البلاد بأنها قادرة على حل مشاكله المتفاقمة اقتصادياً ومعيشياً. المعارضة تتهم الرئيس بالفشل في إدارة الدولة وبأنه يسعى إلى أخوانة كل مفاصلها، كما تتهمه بالاستبداد منذ أن أصدر الإعلان الدستوري العام الماضي، وتنتقد المعارضة تدخل الرئيس في القضاء والأزهر الشريف والجيش متجاوزاً الصلاحيات التي منحه إياها الدستور.